ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، مدير تحرير الأهرام. برحب بك يا فندم في برنامج خبر اليوم. تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ أشرف، كيف قرأت توقيت زيارة سمو ولي عهد السعودية إلى القاهرة؟ يعني أولا بالتأكيد هو توقيت هام جدا، توقيت يسبق القمة الخليجية التي ستشارك فيها مصر والأردن والعراق في منتصف الشهر المقبل في السعودية، يسبق زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة. توقيت يعني المنطقة بتموج فيه بالكثير من التطورات والأحداث، منها ما يخص البلدين ومنها ما يخص الإقليم بالكامل، وهو أيضا يعني يأتي في بداية جولة أو أول جولة يقوم بها ولي العهد السعودي منذ عام 2019، ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين، ويؤكد أيضا المشاورات المستمرة بين البلدين، هذه المشاورات التي لا تعمل فقط لتعزيز العلاقات الثنائية ولكنها تعمل لحل قضايا الإقليم، وهو ما اتضح تماما من البيان الختامي ومن القضايا التي تم ذكرها في البيان الختامي، وكيف أن مصر والمملكة العربية السعودية في هذه القمة ناقشت الأوضاع في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في ليبيا، ما يتعلق بالإرهاب، القضية الفلسطينية. وبالتالي يعني التوقيت مهم جدا للأحداث المقبلة وللوضع الراهن وللتنسيق المصري السعودي المستمر فيما يتعلق بكل شيء تقريبا.